الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، أيها المباركون، نستأنف معكم في دروسنا في هذا الجامع المبارك، جامع القاضي بمدينة الرياض، دروسنا في التفسير. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الأمانة والخيانة في كتاب الله، وقلنا إن هاتين المفردتين سنعرج على الحديث عنهما. تكلمنا تفصيلا وتأصيلا، ثم تكلمنا بعد ذلك عن بعض آيات ورد فيهما هذا اللفظ، وهذا إتمام لما سبق وإلحاق لما تقدم. قال الله عز وجل في سورة النساء: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الآية فيها من الأدلة على شريف المقام وعلو المنزلة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال له قبل ممتنا عليه: إن أنزلنا إليك، صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال له: ولا تكن، ولا هذه ناهية أو نافية؟ ناهية. ولا تكن للخائنين، والخائنون جمع خائن. خصيمة، خصيم على وزن فعيل، والمراد بها اسم فاعل، والمعنى لا تدافع عن من؟ عن الخائنين. ما المعنى؟ لا تدافع عن الخائنين، لا تجادل عنهم. وسيأتي الفائدة من هذا بعد ذلك، بعد بيان معنى الآية. في زمن النبوة المدينة كانت تعج بكثير من الخلق، منهم اليهود، منهم المنافقون، منهم المهاجرون والأنصار وهم السواد الأعظم، وكان من اليهود بعضهم مسلم، بعضهم مسلمين. كان هناك بيت، دار، أسرة يقال لهم بنو أبيرق، وكانوا أقرب إلى النفاق. فقام رجل منهم فسرق من بيت رجل من الأنصار يقال له رفاعة. فلما سرق جاء رفاعة رضي الله عنه وابن أخ له يقال له قتادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تبين لهما، أي لرفاعة وقتادة، أن السراق من بني أبيرق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أحد من بينه وبين بني أبيرق قرابة يقال له أسير ابن عروة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدافع ويبرئ ساحة بني أبيرق، ويقول: يا رسول الله، عمدوا إلى أهل بيت صالح فرموهم بالسرقة من غير بينة. وكأن هذا أسير بن عروة أعطي فصاحة، أعطي بلاغة، أعطي قولا، أعطي حجة، فأظهر بني أبيرق كأنهم بريئون. فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم يسيرا على رفاعة وعلى ابن أخيه قتادة، كونهما هما اللذان اشتكيا من؟ اشتكيا بني أبيرق. ثم ورمى هؤلاء بن أبيرق رموا رجلا من يهود اسمه، يقال إنه من اليهود، اسمه لبيد، رموه بالسرقة. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية يبرئ فيها لبيدا، رغم في إحدى الروايات أنه ماذا؟ أنه يهودي، ويبقي فيها التهمة على بني أبيرق، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان له أن يدافع عن بني أبيرق ويخاصم ويجادل عنهم، لكن النبي لا يعتبر هنا قطعا أنه ارتكب معصية، لأنه حكم بما ظهر له. فرفاعة وقتادة لم يأتيا ببينة، وأسيرا دافع عنهما بإظهار شيء من الحجج التي ظاهرها البيان. ونبي الله صلى الله عليه وسلم بشر يسمع ويحكم على الظاهر حتى يأتيه ماذا؟ حتى يأتيه القرآن. فلما يأتيه القرآن ينقطع كل قول. فقال له ربه: ولا تكن للخائنين خصيما. ثم قال له: واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. قلنا في دروس سلفت، فقول الله هنا واستغفر الله يخاطب نبيه، ليس المراد أنه صلى الله عليه وسلم تلبس بكبيرة ولا صغيرة، قلنا هذا منتف عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن المراد بيان
أنه فعل خلاف الأولى صلوات الله وسلامه عليه. ظاهر هذا يستنبط فقهيا، عرف في الأزمنة المتأخرة المعاصرة ما يعرف بنظام المحاماة والمرافعة. من الآية يستنبط أنه لا يجوز لأحد أن يدافع أو يرافع إلا عمن يثبت لديه أنه على حق. من لم يثبت لديك أنه على حق لا يجوز أن تدافع عنه ولا يجوز أن ترافع عنه. والله يقول هنا: لخير خلقي وصفوة رسله ولا تكن للخائنين خصيما. وهذا حتى في أحوال الناس العادية في غدوهم ورواحهم لا يجوز لأحد أن يعني يتحمل أو يقول لها في الكلام العرفي يعني يتكلف شيئا يعلم أنه باطل. تغلبه يغلبه حب النسب، حب القرابة، حب الجيرة، هذه لها حقوق، لكن لا يحملك تحملك قرابتك، لا يحملك جارك، لا يحملك زميلك على أن تحمل راية من رايات الباطل وتقول له حق الجوار، له حق الصحبة، له حق القرابة. هذا يصح إن كان على حق، أما إن كان على باطل لا يجوز أن تنصره. وفي الحديث: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فنصرته ظالم بأن ترده عن ظلمه لا أن تعينه، لا أن تعينه عليه. من يقرأ القرآن يجد هناك ارتباط في القرآن ما بين القوة والأمانة، ارتباط ما بين القوة والأمانة. قال الله في خبر ابنتي العبد الصالح: قالت إحداهما: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفي قول الله تبارك وتعالى في الثناء على جبريل: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فأخبر الله جل وعلا بقوة جبريل وبأمانته، وهذا كما قلنا يدل على أنه هناك ارتباط ما بين القوة والأمانة في كلام الله. والقوة يقابلها ماذا؟ يقابلها الضعف. القوة يقابلها الضعف، وإن كنا نتكلم عن الأمانة والخيانة لكن هذا استطراد لا ضير فيه. والضعف يأتي على أشياء، يأتي الضعف على أشياء، يأتي الضعف في العقل. الله يقول: فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا، أي في عقله. ويأتي الضعف في البدن، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فهذا ضعف في ماذا؟ في البدن. كما أن القوة تأتي في البدن وتأتي في القلب، تأتي في البدن وتأتي في القلب. فأما إتيانها في البدن دل عليه القرآن في قول الله حكاية عن قوم عاد: قالوا من أشد منا قوة. وعاد هنا تتكلم عن ماذا؟ عن قوة أبدانها. وتأتي القوة في القلب، قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ومعلوم أن رفع الكتاب باليد لا يحتاج إلى قوة، لكن ليس المراد قوة البدن، قوة اليد، وإنما المراد قوة القلب في الأخذ بأوامر الله وترك نواهيه مع محبة الله تبارك وتعالى. يقابله الضعف كما قلنا، والله جل وعلا يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. متى يكون كيد الشيطان ضعيفا؟ إذا كان، طبعا هذه الأشياء تدخلها الإضافة والنسبة، لكن إذا كان المقابل ولي من أولياء الله، هنا يضعف كيد الشيطان وينتهي إلى الوسوسة، يضعف وينتهي إلى الوسوسة. لماذا قلنا إن أولياء الله يضعف كيد الشيطان أمامهم؟ لأن الله قال لما خلق أبانا آدم: أخبرنا الله جل وعلا بالأمر كله حتى يستبين. قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال أحكم الحاكمين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فالله أخبر أن عباده المقربين
وأولياءه الصالحين وإماءه المتقيات المؤمنات الحافظات للغيب بما حفظ الله، فعبادي يدخل فيها الرجال والنساء الذكران والإناث. ربنا يقول لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وينتهي كيد الشيطان معهم إلى الوسوسة، لكن لا يمكن أن يخرجهم من الملة أو يوقعهم في أمر يكون سبباً في وبالهم ونكالهم وخسرانهم في الآخرة، لأن الله قال وقوله الحق إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. تنجم من هذا فائدة أن الإنسان يتعلق بالله ويفرح ويفخر بشرف العبودية، فإذا فرح العبد وفخر بشرف العبودية جعله الله جل وعلا في هذا الركب المبارك الذي حفظه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه من كيد الشيطان، يوم أن قال الله عن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وأولياء الله جعلني الله وإياكم منهم، والله قد يأتيهم من يأتيهم من أهل الشر ويقربونه لهم ويدنونهم منه حتى لا يكون بينهم وبين أن يأتوا الكبيرة إلا ثانية من زمن، فتجد الله لكرامة هؤلاء عنده ينجيهم منه من غير أن يشعروا، لسريرة سبقت وطوية سلفت لهم في قلوبهم مع الله. من يخرج من بيته وقد وطن نفسه أن يريد رضوان الله ومحبته ولم يبيت في قلبه أو يضمر أن يعصي الله، فيخرج فيأتيه صديق صاحب زميل فيسلك معه، فإذا أتى إلى ما أراده الزميل أو المعصية من المحرم ولنقل فاحشة الزنا، فإن دنا وقرب ما أضمره من حسن الطوية يحفظه الله جل وعلا به، والله قد يصل أحياناً لأن يموت أحدهما أي الصاحب أو المرأة قبل أن يصنع هذا الفاحشة لكرامة هذا العبد على الله. هو لم يصنع شيئاً يدفع عن نفسه الفاحشة، لكنه قبل أن يخرج من بيته لم تكن عنده في قلبه نية سيئة أن يعصي الله. خلاصة الأمر حتى تفقه، أنت إذا أمسيت أمسي على نية صالحة، وإذا أصبحت أصبح على نية صالحة، فليكن الله في قلبك أجل من أن تتركه من أجل أحد، مع علمك بأمرين: الأول أن الله غني عنك وعن طاعتك، والأمر الآخر ينجم عنه أمران: الأول أنك تعلم أنك لن تطيعه إلا بفضله، ولن تحجم عن المعصية إلا بحوله، فهو الذي يعينك على أن تترك ما نهى عنه ويعينك على أن تأتي ما أمرك به. إن العبد إذا أقبل على الله بحق فالله يعلم سريرته، ولا يحتاج ربنا مثل المخلوقين نبين لهم، نكشف، نحلف، نقسم، نصر، نأتي بأدلة، نأتي ببراهين. الله يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله يعلم من طوى عليه القلب، يعلم من طوت عليه السريرة، يعلم ما أضمره الفؤاد، فيخرج العبد. المهم حتى يرد كيد الشيطان، حتى يغلب، حتى تحفظ، حتى يختم لك بخير: إن أمسيت أمسي على نية صالحة، وإن أصبحت أصبح على نية صالحة، واجعل الله أجل وأعظم في قلبك
من أن تخرج وأنت قد بيت معصيته؟ من يخرج؟ أعوذ بالله، وقد بيت أن يعصي الله، هل يأمن مثل هذا أن يميته الله على المعصية ويراه الخلق كلهم؟ قطعا لا يأمن. لكن ما الذي جعل هذا لا يقع في الناس إلا قليلا؟ حلم الله، لطفه، رحمته. وإلا لولا لطفه، لولا رحمته، لولا ستره، لولا عفوه، لولا مغفرته لهلك الخلق. والله يقول لما ترك عليها من دابة، لكن لطفه وستره. ولهذا لما قرأ أحد الصالحين قول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: إن سألني ربي ما غرك بربك الكريم أقول: غرتني ستورك المرخاة، أي ستر الله على العبد يغره، وستر الله رحمة. لكن ينبغي للعبد أن يعلم أن الله قد يستر على العبد مرة مرتين، فإذا غلب على العبد الران وأصبح حب المعصية متأصل في قلبه يريدها ويخرج، الله لا يكتبها لنا عليكم، يخرج من بيته وهو يعزم على أن يعصي الله، فمثل هذا عياذا بالله إلى الهلاك يقرب إن لم تدركه رحمة الله. أما من يخرج من بيته وقد أجل الله في قلبه، يخرج يقرأ الأذكار في الطريق، يسبح، يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، في سيارته، في خطواته يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومثال ذلك من الهيات من الأذكار التي يظهر فيها العبد ضعفه، عجزه، انكساره، حبه لله، خوفه من الله، طمعه في رحمته، أمله في فضله. كل ذلك به يحفظ الله العبد، فإن دنت الشهوة، غلب الفجور، أقبل الصاحب، تزينت المعصية، جاء فضل الله، جاء رحمته، جاءت مغفرته، جاء حوله، جاء ستره، فتداركت العبد ونجته مما هو فيه. وتأمل قول الله عن يونس، قال: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ثم قال: لولا أن تداركه نعمة من ربه. فيونس لم ينجو بفضل نفسه، لكن نجا بأن الله قال في حقه: لولا أن تداركه نعمة من ربه. فالإنسان يخرج وهو يسأل الله أن تتداركه نعمة الله، حتى لا يقع فيما حرمه الله، حتى لا يقع في الهلاك، لا يقع في الثبور. وهذا كله حول قول الله: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولا ريب أن، ونحن نتكلم عن الأمانة والخيانة، أنه ما عرف التاريخ أعظم أمانة من رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه السلام لما قال له الأعرابي ذلك كلمات أساء فيها الأدب وأغلظ فيها القول، قال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ وقد مر معك في القرآن كثيرا أن رسول الله يخبرون أممهم بأنهم نصحاء أمناء يريدون لهم الخير ويرجون لهم الثواب. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أن